السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معكم حلقة جديدة من مواد الألعاب. النهاردة يا شباب هنلعب في ماب بقى هي أصلها بتاعتي أنا، في ماب بتاعتي أنا، دي أنا مخترعها يا ولاد. أيوة مخترعها، يعني محدش عندها غيري. شوف لا بتمشي لوحدها كده. ايه ده يا ولاد اضحك عليا. تمام يا عم بس يا عم روح. ايه ده سلام، انا نسيت. هي سلام بتختفي ازاي؟ امشي بسرعة يعني، ان امشي بأسرع حاجة عندك يا ولد ابوي، يا ولد ابوي امشي. وبتنطط لوحده ليه؟ الحمد لله. بتختفي هي كمان، ده برضو هجيبها. انت شايف حاجة اصلا يا ابني؟ انا مش شايف الا نفسي. هو انا ازاي بعيش يعني؟ ازاي باجي تاني؟ اللعبة واقعية بشكل خرافي يا جدعان. انا بقى اتحدى بقى كل ده، اتحدى كل ده. كنت هموت. عين ليش يعرفني يا ابني؟ اوعى مو كامل كلبش، احنا بنتكلم يعني مينفعش كده. لا والله بينط لوحده. ايه ده؟ بس ميعرفونيش، ميعرفوش اللي مو كلاوي. ايه ده؟ مش قوي يعني، ميعرفوش اللي مو كلاوي ولا بيلا. اما اوعى بالقرعة بتاعتك دي، انا صح لوني ابيض بس على الاقل في شعر، ده شرف ليا على في ايه؟ ايه شرف ليا؟ ايه ليا على فكرة شرف ليا. النط ده متزعجني؟ لا هي تزعجني بصراحة. لازم اقول الصراحة، تزعجني اوي اوي. عشان بقى تنط بقى عشان ما ضربكش، تنطش بقى. يا مو يعني بوسط القرعة دي تنميش بقى. يس العب غيرها بابا. انت بتعرفنيش يا بابا انت؟ واو العب غيرها. ايه ده؟ لا قلبي العب غيرها بابا. متعرفيش في الحاجات دي يا شباب. الأسانسير بيمشيني كده، هو ده أسانسير اللي قدام مش أسانسير بيطلع اللي فوق، صح؟ أيوة. لا
دي مش حاجة عادية، دي قطرة معدية. هوبا، مش رقعة عادية، دي قنبلة معدية. انا كنت بقول برضه هو البتاع الاسود ده، مش في اربع جهات متجمعه في بعض. انا شوف ان الشجره دي حاجه بعيده، كانت شجره جميله جميله، بس عنديني واركب فوق بس وتب شبايه. اشكرك اشكر كتير. بفكر شباب اعمل قناتي يعني حب مقالب وتحديات، اللي معاه في الفكرة دي تكتبي في التعليقات في الكومنتات. ماشي، ايه فيلم انت قناتك اصلا؟ لان انا مش فاهمين ان انا بتعمل فيديوهات ومش عارف ايه. قناتي اصلا العاب فيديو، يعني العاب اصلا، بس انا عشان ظروف الكورونا دي معنديش نت. بصراحة كده انا ما عنديش نت دلوقتي، يعني انا بعمل فيديوهات من باقة اضافية، باقة نت اضافية، وباقة النت الاضافية ديت لو حملت اللعبة تخلص. على قد اللي انا اتفرج وحمل فيديوهات على قد اسبوع كده وتخلص تاني. فاحنا لسنا حبة صغيرين، ومع التجديد الباقة يجي والام مجددين الباقة ان شاء الله. ماشي شباب، شفت الاحتراف، انه الاحتراف، هو بان ان هو احتراف يا ولد ابويا. ما عامل ثاني طبعا، لما تجيلي انا هستنى لما تجيلي عشان الصبر حلو بقى. هو الصبر حلو قوي، بس انا ما بحبش، انا هصبر عشان اخلص المحنه اللي احنا فيها دي. يعني الصبر دي حاجه عيبه فيا. اطلع اطلع اطلع، ويب ويب. هديها برضه يا عم، يا عم بس يا عم، انا معاه ربع، معاه ربع جنيه يا عم عشان يبقى معايا. مش هتقول على ايه؟ اه شوف شو الفرقة، الحمد لله عشان يبقى في تذكار كده. بس الصبر انا اللي معروف فيا، انا هستنى هستنى هستنى. ايه ده، انا بنط ما بينطش، الطش باظ ولا ايه ده؟ نعم يا عم، الطش بيبوظ والله، بيتحرك لوحده. لا مش الطش يا عم، اللعبة الطش اللي يبوظ ده يروح فين؟ عديها ازاي دي؟ بتتشقلب، هتوقعني لتحت، عديها ازاي يعني؟ اخويا انا بقى عديها من غير صبر واتحداك.
عرفت ازاي؟ لما ما يعرفونيش يا حبيبي زي اللي يلا كرة زي ما بحبش الكلام كده عشان المحترم. بسم الله ما شاء الله تعرف يا حبيبي تعرف. اوبا اجري مش فاهم يا نور. جزر عمو عمو ايه ده؟ شفتوش هو بفرقة؟ كان جميل صح؟ انا هفلق هنا الغد يا شباب واشوفكم على فيديو جديد من وقت الالعاب. يلا سلام.